أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كل المجالات. وخلال استقباله رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، نوه رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا. هذا وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. من جانبه ثمن رئيس الحكومة الليبية الدعم المصري الدائم للشعب الليبي في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف أثار وتداعيات الأعصار دانيال الذي شهدته ليبيا العام الماضي.